الإعلام هو الميدان الذي نتفاعل مع حضراتكم من خلاله طول الوقت، وهو الميدان الذي نبحث منه وعنه، لأن التطور في مجال الإعلام يتطور اليوم كل يوم، وأحيانا ربما يكون كل ساعة، نظرا للتطور التكنولوجي الكبير في مجال الإعلام. ولذلك نحن هنا في بيت للكل يشرفنا أن يكون ضيفنا معالي الدكتور مهند مبيدين، وزير الاتصال الحكومي الأردني. أهلا بحضرتك يا دكتور، منورنا. مساء الخير، أهلا بكم. شكرا. ومن مملكة البحرين معنا الأستاذ الإعلامي محمد العرب، مؤسس منصة بانجانيز وخبير تواصل وباحث في علوم الاتصال. أهلا بحضرتك أستاذ محمد. أهلا بكم جميعا في بيت للكل، منورنا. شكرا. أهلا وسهلا. نوركم إن شاء الله. وزير، يمكن إحنا اليوم سعيدين جدا، خاصة وإحنا نبحث عن الإعلام الرقمي والتحديات الكبيرة التي تعاني من عندها البلدان العربية في توحيد خطاب إعلامي. صحيح. في البدء كيف تنظر إلى المشهد العربي بصورة عامة للإعلام في جميع المؤسسات؟ يعني بشكل عام المشهد الإعلامي العربي متعدد متنوع، اليوم بروح لاتجاهات جديدة، السياسي غالبة فيه، الاقتصاد يحاول أن يحضر، الثقافة يقل حضورها، اللغة في بعض جوانب بتحس أن اللغة العربية بتواجه إشكاليات محتوى، تحديات الرقمنة، تحديات الثقافة، تحديات اللغة، تحديات الاختصاص، هذه موجودة. أيضا في جانب مهم في هذا الإعلام العربي أنه التركيز خاصة في المحطات الكبيرة على الجوانب العربية الإقليمية أو العالمية وآثارها على المنطقة العربية، وفي ضعف في المحليات. وإحنا بنعتقد كنا ندرس طلابنا بالجامعات، أنت تستطيع أن تخرج من المحلية إلى العالمية بشكل أفضل وتكون أقدامك راسخة، لأنك تكون قد مررت بمسار طويل من التحول والتغيير والإعداد. أما أن تركز في تعود بالعكس من العالمية للمحلية، مرات قد يكون هناك عثرات، لأنه العالمي غير مهتم بتفاصيل قرية نائية في العراق أو في الأردن أو في مصر أو في فلسطين. إنما أنا بقول دائما كلما ذهبنا أكثر نحو المجتمعات المحلية ونحو قضايانا المحلية كلما استطعنا أن نتميز بها. وجميع الإعلاميين العرب اللي بيشتغلوا اليوم من الأردن ولا من لبنان ولا من مصر ولا من العراق في محطات عربية تجد أنهم تميزوا أولا في محطاتهم المحلية الوطنية. حقيقة هذا. وهذا جانب مهم اليوم، العودة للمجتمعات وإعادة تقديم أوراق اعتماد للمجتمعات في مختلف، وتجهيز التكنولوجيا لخدمة هذه المجتمعات. اليوم تستطيع أن ترسل مراسل بأقل الكلف ربما لأي منطقة نائية، مش مثل ما كان قبل 10 سنوات أو 15 سنة أو 20 سنة. التحولات مهولة والتحولات طاغية، وقد لا نستطيع أن ندير ظهرنا إلها. أحد الزملاء الأكاديميين عرف في زمن سابق العولمة بأنها ضيوف غير مدعوين للحضور وبدك تتعامل معهم. اليوم الإعلام يعتب الناس علينا كثيرا إذا لم نغطي قضاياهم واحتياجاتهم في مستشفى هنا أو في طريق وعرة هناك أو في خدمة تعليمية غير مقدمة بشكل جيد. بالتالي بننشغل كثيرا مرات بالسياسة ونهمل مرات المحليات، ومع أنه في نوع من الإخلاص والوفاء من بعض الزملاء والمحطات العربية بشكل عام، لأنك سألتني عربي، الاهتمام بالتفاصيل. وأعطيك مثال، بعض البرامج الثقافية السياحية العربية صارت تعود لما قيل بالشعر الجاهلي في زمن المعلقات وتعيد إنتاج هوية وطنية من خلال هذه الأماكن. نتحدث اليوم نفس الشيء عن البتراء في الأردن أو جرش، نتحدث عن العلا في شمال السعودية، نتحدث عن مناطق في الإمارات، نتحدث عن البحرين، نتحدث عن ظاهرة صحية نعم في الكويت في العراق، نعم ظاهرة صحية. لأنه أنت اليوم الإعلام يواجه أزمات الأوطان، وأزمات الأوطان هي أزمات الهوية، أزمات التعددية، أزمات التجانس، أزمات الاحتواء، حتى لا يصعد الخطاب الفرعي على الخطاب الوطني العام. لأنه كمان إحنا خلال أقل ما فيها منذ عام 2010 ونحن نعاني من أزمات داخلية في أغلب البلدان العربية. معليك نفهم من ذلك أن هنالك يعني عالم مفتوح أصبح الآن أمامنا، ولكن هنالك عدد كبير من المتطلبات والاستعداد. صحيح. لهذا الموضوع. ولذلك اسمح لي أن أنتقل إلى الأستاذ محمد. أهلا وسهلا فيك أستاذ. والبحرين يعني دولة شقيقة، نعتز بتلك العلاقات الأخوية اللي بين الأردن والبحرين، فأهلا ومرحبا بك، وأنت عاشق لعمان. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا أستاذ الكريم. الآن
نتحدث عن التحديات، وقال معالي أن هنالك تحديات كثيرة ستواجه وتواجه الآن هذا العصر، وتواجه أيضا الشباب، تواجه الإعلاميين. الآن نقول هنالك الإعلام الرقمي، هذا الإعلام يحتاج أيضا إلى أن يكون هنالك كوادر بشرية إعلامية مؤهلة تواكب هذا التطور الرقمي. هل نحن مستعدون لذلك الآن؟ وكم حاجتنا في الدول العربية بأن نكون مؤهلين فعلا في الإعلام الرقمي؟ نحن نتحدث عن الإعلام الرقمي في أثر رجعي الآن. الإعلام الرقمي اليوم أصبح من الماضي مع وجود الذكاء الاصطناعي. اليوم الإعلام الرقمي هو تحت مطرقة الذكاء الاصطناعي، وانتقل مفهوم نقل المعلومة إلى صناعة المعلومة. اليوم الذكاء الاصطناعي بإمكانه أن يعطيك معطيات ومعلومات دقيقة عن نفس الحدث، ولكن من زاوية مختلفة لا يستطيع العقل البشري إنتاجها كمراسل على الأرض. وأنا عملت سنين مراسل ميداني. التحول الرقمي اليوم لم يعد ترفا، هو حاجة ملحة ضرورية. إذا فاتت علينا السنتين القادمة تحديدا مع فورة الذكاء الصناعي التوليدي، سنكون كما فعل أجدادنا عندما خسروا الثورة الصناعية الأولى والثانية، وبعد أكثر من قرن أخذنا فتات تلك الثورة ورجعنا للنهوض بها. الآن التحدي اللي أمامنا، التحدي الأول المصيري، هو تحدي المصداقية. اليوم يستطيع الذكاء الاصطناعي أن يخدعك بسهولة ويمرر طبعا ما يريده منك طبعا، إن لم تكوني طبعا مهيئة علميا وتقنيا. هاي واحد، تحدي المصداقية. ثانيا تحدي ما هي الأخبار التي سنخبر المجتمع بها. اليوم في نفس هذه الساعة هنالك مئات الأخبار في عمان، خبر منها جلستنا، هذا خبر ممكن حادث سير على بعد شارعين. الإعلام الانتقائي هو الذي ممكن أن يبرز حادث السير على حساب ملتقى دولي مثل الملتقى اللي احنا فيه، جامع عقول من كل العالم العربي ليتباحث في مستقبل الإعلام واللي هو جزء من مستقبل البشرية. فالتحدي الآن، هل نحن مستعدين للمواكبة أم سنفعل ما فعله أجدادنا عندما لم يركبوا موجة الثورة الصناعية الأولى والثانية، ونأخذ فتات المعرفة من الأمم الأخرى؟ تحسب للأردن، وأنا دائما أقولها، تحسب للأردن إنها بيت لكل فكرة جديدة. أشكر. إن لم تستطيع أن تدعمه ماديا بسبب حجم المطلوب، هي تدعمه معنويا وتوفر له الاستقرار النفسي والذهني لكي ينطلق. لهذا أنا واحد من الناس اليوم عندي مشروع ذكاء اصطناعي، وأنا بحريني وأقدر أنتقل بأي بلد بالخليج أعمله، لكني أنا أسعى لأن تكون انطلاقتي من الأردن كبلد ثاني بعد الهند. بعد أن انطلق بالهند تقنيا، أريد أطلقه شعبيا من الأردن، لأن ما وجدته من البنية التحتية البشرية اللي أنا بركز بها أكثر من البنية التحتية التقنية، لأن هذه تشترى، ولكن التأهيل البشري هذا هو المهم. ما وجدته فاجأني. أنا من أربع أسابيع لما أخبروني بالموضوع وأنا أتحدث مع بعض الزملاء في الوزارة، أنا مذهول، وقلت له مع الوزير أنا مذهول إن عندنا كفاءات بهذا المستوى الذهني يحتاج فرصة للانتقال من المحلية إلى الدولية. واليوم الانتقال الدولية وأنت جالس بغرفتك سهل. صحيح، مو مثل قبل لازم تسافر. أكيد طبعا، يعني أبشكر حضرتك جدا، ولكن أنا عايزة أطمنك بأنه يعني يمكن حضرتك يعني تحدثت بأنه يعني كنا في السابق أمام الثورة الصناعية كنا نحن متراجعين. أعتقد إحنا في الإعلام لسنا متراجعين، يعني أو أنا بتكلم يعني باسمي مصرية، فأنا عارفة كويس قوي ما يحدث في الإعلام. بالنسبة للذكاء الاصطناعي نحن نستخدمه في مصر منذ يعني بداياته وقبل بدايته. أنا شخصيا استخدمته في برامجي على الهواء في طرح أسئلة لأرى إذا كان ما يعني استخدمته في ثورة، في عيد الاحتفال بثورة يونيو. وسألنا الذكاء الاصطناعي ماذا لو لم تقم ثورة يونيو، فكانت الإجابة كل ما فعله المجتمع المصري والقيادة المصرية، وكانت النتائج تماما كما
توقعناها في الشارع، وسألناه في كل شيء عن الاقتصاد، الحالة، يعني يمكن أنا بقول المثال الاقتصاد، الحالة الاقتصادية، حالة الناس، الحالة الأمنية. فأعتقد أن احنا بحاجة فقط بس أن احنا نبرز كل الجهات مع بعض حتى نكون شبكة قوية، إعلام حقيقي، إعلام يعتمد على الذكاء الاصطناعي، وإعلام أيضا يهتم بالسوشيال ميديا وينتقي منها. ما رأي حضرتك؟ معاليك، يعني أتفق في جزء، وفي جزء بعتقد أنه بده مرة ثانية، أنا مصر على أنه لابد من معرفة تصنع كل هذا وتدعمه، وهذه المعرفة لابد أنه ينتجها العقل البشري طبعا. قبل أسبوعين كان في أيضا حوار مع أحد كبار الأساتذة اللي اشتغلوا بالذكاء الاصطناعي، وقال أنه أبشر الأساتذة في الجامعات أنه ستنتهي الكتب والبحوث لأنه سيدخل الذكاء الاصطناعي على العدسات، وبالتالي أنت قبل ما يرمش الطالب بيكون النتيجة عنده والإجابة حاضرة عنده وبكتب لك. فاليوم عندك في تحول في أنماط التعليم، في تحول في الطب، يعني اليوم ندخل عمليات بدون أطباء، تنعمل على أجهزة روبوت، وتنعمل على تقدم، تنعمل عن بعد، وانعملت يعني. لكن أيضا الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يعمل عملية لجنين داخل رحم أمه، صحيح. هذا الأمر يعني العنصر البشري بده يكون مهم. واحنا عندنا اليوم استاذ بده تكرمه الجامعه الاردنيه، موجود في الولايات المتحده، هذا من اندر الاطباء اللي يعمل العمليات للجنين وهو داخل قبل الولاده، صحيح. فبالتالي هذا اكيد يتطور الامر، واكيد اننا لا نريد ان نكون امه مهزومه امام ما بعد الحداثه. اليوم احنا هزمتنا الحداثه في افقها الاستعماري، هزمتنا العصور الحديثه بشكلها. مصر كانت رائدة في الإعلام والتقدم والنهضة والصحافة. ارجع يا ستي لأسئلة الإعلام بالصحافة في مصر بين العشرينيات، أنا دراسي مؤجلة عندي لسه ما اشتغلتها، ما بعرف متى يمكن أعملها. ماذا كانت أسئلة الفكر العربي بين الحرب العالمية الأولى والثانية؟ صحيح. كيف كانت الجدل يحدث بين الناس؟ كيف كان السجال العلمي يتم في مجلة الفتح والرسالة والهلال وغيرها من المجلات؟ إشي طبعا كانت اتجاهات تحكم، إما ليبرالي عبر عنه أحمد لطفي السيد، أو سلفي محافظ عبر عنه محب الدين الخطيب بالفتح، أو في مجلة الرسالة أحمد الزيات. هذا الأمر قد لا تجده اليوم بالصيغة، ستجده على السوشيال ميديا، ستجده في الذكاء الاصطناعي، ستجده في منصات ربما إحنا لم نتصور أن تكون موجودة بعد. لكن أنت بدك معرفة، بدك العنصر البشري تشتغل عليه زي ما تفضل الأستاذ محمد. يعني أنت جيت على الأردن وجدت عنصر مؤهل وكفو، هذا العنصر كمان إذا ما استمر بالتدريب، وإذا ما استمر إحنا بنقول دائما عندنا في الأردن فائض أطباء، إن الآن 40,000 طالب بدرسوا طب، صحيح. بقول لك يا عمي وعندنا خريجين، فالأطباء بعضهم بشوف هذه قصة عبء إنها بطالة، البعض بيقول لا هي فرصة، لكن علينا أن نعطي هؤلاء الأطباء وهؤلاء المهندسين وكل هذه الكوادر اللي بتدرس مهارات في الرقمنة، في الاتصال، في التكنولوجيا، في المعرفة. وبنفس الوقت أنا أقول لك أنا بعمل شغلي بالتاريخ والتوثيق، إذا ما دخلت الرقمنة والذكاء الاصطناعي على عمليات ترميم المخطوطات وفهرسة الوثائق سيبقى هذا التراث كله غائب عن الجيل، لا تستطيع أن تخاطب الجيل الجديد والشباب الجديد إلا بأسلوب جديد يعتمد على التكنولوجيا والذكاء. معالي الوزير، هذا اللي تتحدث به حضرتك يمكن كنا نؤيد حقيقة قضية التوثيق ورقمنة الأشياء في ظل ظروف مختلفة مضطربة في بعض البلدان العربية، ونحن نحاول تسويق نتاجاتنا على جميع الأصعدة. أرجع مع أستاذ محمد العرب، حقيقة الذكاء الاصطناعي في بعض الأحيان كوسط إعلامي، كوسط فني، يرعبنا في بعض الأحيان بسبب الاستخدام الخاطئ لقضايا الذكاء الاصطناعي، ونحن نعرف هناك قضايا سياسية، قضايا اقتصادية، قضايا تسقيط لمواضيع معينة يستخدم بها الذكاء الاصطناعي بطريقة تكون صعبة على المواطن الذي لا يفقه في قضية الذكاء الاصطناعي نكشف هل هذه فبركة للأشياء أم هذه حقيقة؟ كيف يمكن التعامل والسيطرة على الذكاء الاصطناعي في الاستخدام السيء أو السلبي؟ طبعا أنت كإعلامي حقك أنك تقلق، تقلق جدا، لأن في نهاية هاي السنة راح تطلع أول قناة رقمية ستستبدل كل المذيعين والمراسلين بروبوتات ذكاء اصطناعي. فهاي المهنة اللي كانت عمود أساسي في البنية المجتمعية والفكرية العربية لقرون هنالك تهديد لها. الآن قصة أنك تواكب، قلت لك ليس الترف، أنت مجبر أن تواكب. أن نحلم إحنا اليوم على تلفزيونات رسمية
أن نحلم يمكن أن نحلم، لكن من يشاهدنا يعلم أن الذي نتحدث به أحلام وليس واقع. نحن لا ننافس، لأن يستطيع التيك توك مثلا بمساعدة الذكاء الاصطناعي، هو أول موقع استخدم الذكاء الاصطناعي، أن يهزم أي قناة رسمية من لأي دولة عظمى، يهزمها ويسقطها بالقاضية بخوارزميته الخارقة الانتشار والذكاء، احنا نسميها اللي نستثمر بالبرمجة الانتشار السرطاني. يستطيع الذكاء الاصطناعي أن ينقل هذه الجلسة في عمان إلى كافتيريا في أقصى بنغلاديش، عنده تلفزيون على الانترنت، بدخل له أنا للكافتيريا وهو ما يدري وين الأردن على الخارطة أو من هو محمد العرب اللي يتكلم به. إذن إحنا يجب أن نكون مستعدين للمواجهة، مواجهة حتمية. نحن لسنا مخيرين، لا إحنا لسنا مخيرين، بس إحنا لازم نكون واقعيين. يعني أنا من أكثر الناس اللي كنت أقاوم اندثار الصحافة الورقية، لأن أنا ابن الصحافة الورقية، فحاولت أقاوم انطلاقها، يعني انقراضها بشكل مهول بشكل شخصي. أين اليوم الصحافة الورقية؟ بعدين أنا ابن أوائل الصحافة الإلكترونية، ابن إيلاف اللي كانت واحدة من المؤسسات الإلكترونية الواعدة. أين هي اليوم إيلاف؟ زين، أنا اليوم لما تتابعني على السوشيال ميديا تلقى أرقام كبيرة. أنا مو مشهور، أنا مو فنان ولا لاعب، لكن أرقامي فوق الملايين. إذن لدي إرث، أنا اليوم مهدد بالذكاء الاصطناعي، ولهذا أطلقنا إحنا منصة الذكاء الاصطناعي منصة التواصل مدعومة بالذكاء الاصطناعي. إحنا علشان نكون واقعيين، لكن مداخلة بسيطة، تبقى رصانة المؤسسات الإعلامية بقضية إيمان المشاهد أو المتواصل مع هذه الشبكات بأخذ المعلومة الدقيقة. هسه المواقع التواصل ممكن تزيف الأشياء، مواقع التيك توك ممكن تصنع، لكن يبقى المواطن عند حدث بأن أنا أتابع هذا. لا تنسى أن خسرت المواجهة الأولى مع الإعلام التجاري أو الإعلام الغير حكومي.